السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. وياكم محمد هاشم كالعاده. وهسه وصلنا للسيشن الاخير من ماده الام اس كي، اقترب الختام. تمام، عندنا المحاضره الاولى من هذا السيشن. صراحه من السيشنات الكلش مهمه، هذا يحتوي على محاضرتين. عندنا المحاضره الاولى اللي هي الانكل جوينت. الانكل جوينت هو مفصل الكاحل. مفصل الكاحل يجي من بعد مفصل الني جوينت من ناحيه الاهميه. احنا قلنا اهم محاضره بالام اس كي هي محاضره الني جوينت فعلا، وهسه تجي من بعدها الانكل جوينت. صراحه ان المحاضرات الكلش مهمه والكلش تفيدكم بعدين. وهو عباره عن جوينت مختلف، لان راح نستخدمها بالحركه الرئيسيه، انه احنا اذا نريد نحرك جسمنا راح نتحرك عن طريق رجلينا، وبالضبط عن طريق منو؟ عن طريق الانكل جوينت. اوكي، هو مسؤول عن توازن الجسم، انه حتى لا نوقع وهيك. فيعني هو عباره عن يعني شلون نقول مفصل متطور. اوكي، مفصل متطور. بس راح ناخذ احنا الفانكشنال اند ابلايد اناتومي. يعني شنو؟ راح ناخذ الوظيفه مال هذا، يعني التركيب الوظيفي اوكي والعملي لهذا الجوينت، التركيب او التشريح الوظيفي والعملي لهذا الجوينت. وكذلك راح ناخذ جوينتات اخرى موجوده وين؟ بالقدم، بالفوت. اوكي، نتوكل على الله ونبدي بسم الله. اول شيء لازم نخلي بالنا شغله، انه هاي التيبيه، هاي التيبيه وبصفها الفيبيوله، هاي الفيبيوله بيناتهم ثلاث جوينتات، حالا حال الميديال والعفو شو يسموها الالنا والراديوس، كان هم بيناتهم ثلاث جوينتات. السبع والشاطر يكتب لي هم بالتعليقات، اللي دارس الابر عدل. زين، هسه هنا هم كذلك عندنا ثلاث جوينتات، بين منو؟ بين التيبيا وبين الفيبيولا. اول واحد يكون علوي، اوكي، يكون علوي، فنسميه سوبيريور، او بنفس الوقت نسميه بروكسيمال عادي. بس بروكسيمال شنو؟ بروكسيمال هو بين منو ومنو؟ بين التيبيا وبين بين التيبيا وبين الفيبيولا، فنسميه بروكسيمال تيبيو فيبيولر جوينت. بروكسيمال تيبيو فيبيولر جوينت، هذا هو، هذا الكبسول مالته اللي جاي يحيط بي. زين، نفس الوقت نفس ما عندنا واحد علوي عندنا واحد سفلي هنا موجود هم بين التيبيا والفيبيولا، نسميه انفيرير او ديستال تيبيو فيبيولر جوينت، نفس الاسم يعني، بس ديستال او انفيرير سفلي. زين، وهذا يكون مميز من ناحيه انه نوعه سندسموسس، وراح نحكي عنه كل شوي ونوضحها. زين، بالوسط عندي كذلك مفصل ثالث غشائي مكون من غشاء، اوكي، يسمونه انتروسيس ممبرين. انتروسيس ممبرين، لهنا شغلنا عدل، عرفنا الجوينتات الثلاثه اللي راح ندرسها هسه بدايه المحاضره. اول شيء راح يحكي عن منو فوق هنا، هاي بدايه المحاضره، يقول انه عندنا ثلاثه، بين منو ومنو؟ عندنا ثلاث ارتكيوليشنز، ثلاثه مفصولات، اوكي، 3 articulations between بين التيبيا وبين الفيبيولا، فنسميهم تيبيو فيبيولر articulations، يعني التمفصلات. زين، يقول انه التيبيا والفيبيولا ار كونكتد توجذر، انه التيبيا والفيبيولا راح يتصلن مع بعضهن عن طريق ثلاث جوينتات، ثلاث جوينتات، ثلاث مفاصل. اول واحد قلنا سوبيريور او بروكسيمال تيبيو فيبيولر جوينت اللي حكينا عنه وقلنا فوق هنا موجود. زين، الثاني اللي هو الغشائي اللي بين بالشيفت مالت التيبيا وبالشيفت مالت الفابيولا، بيناتهن يربطهن سوي، يسمونه انتروسيس ممبرين جوينت. اوكي، هو هذا شنو جوينت؟ شنو نقصد يعني جوينت؟ هنا جاي بمعنى فعل، انه هو راح يربط. اوكي، جوين جوينتس يعني يربط، راح يربط منو منو؟ الشيفتس، اوكي، يعني المنطقه الوسطيه مالت منو؟ مالت التيبيا، ويا المنطقه الوسطيه مالت الفابيولا. وبالضبط هنا جاي نشوف هذا الشيء، وين هنا ننزل جوا هنا، هاي المنطقه الوسطيه مالت التيبيا، وهي منطقة وسطية مالت الفيبيولا، جاي يرتبطن مع بعضهن عن طريق هذا اللي سميناه انتروسيس ممبرين. اوكي، هسه عرفنا ثاني واحد جاي يربطن سوية، وين فوق؟ سوري. زين، ثالث واحد اللي هو السفلي الديستل او الانفيريور تيبيو فيبيولر جوينت. اوكي، هذا يكون نوعه شنو؟ سندسموسز. اوكي، تيبيو فيبيولر سندسموسز. شنو سندسموسز؟ بعد شوي نحكيها، هسه شو راح ناخذ واحد واحد بالتفصيل. راح نبدي بالعلوي، راح نبدي بهذا. اوكي، بهذا، خلي اشرح لي هذا اللي هو البروكسيمال او السوبيريور تيبيو فيبيولر جوينت هذا. اوكي، هنا راح يكمل انه يقول عندنا اول واحد السوبيريور تيبيو فيبيولر جوينت، اول واحد هذا يقول انه نوعه هذا العلوي يكون نوعه شنو؟ ساينوفيال جوينت، من يا قسم؟ من قسم البلين. فاسم هو العفو، هو عباره عن بلين جوينت من قسم الساينوفيال. زين، الحركات اللي يسويها هو راح يسوي هاي يسوي حركه بسيطه، حركه جدا بسيطه.
اوكي يعني مو مثل المفاصل البقيه، لا هو حركه مالته كلش سلايت موفمنت، يعني حركه كلش بسيطه بهذا الجوينت، يمتى تحدث اذا سوينا دورسيفليكشن بالانكل. شنو يعني؟ معناها انه احنا من نحرك الانكل راح يتحرك عندنا هذا الجوينت. اوكي، من نريد نحرك الانكل لازم نحرك هذا الجوينت اللي هو السوبيريور او البروكسيمال تيبيو فيبيلر جوينت. سوري، زين هسه هنا خلينا نعرف شنو يعني دورسيفليكشن. جاي تشوفون هذا الانكل، هذا هو الانكل، هنا مكانه هذا هو الانكل. من نصعد الرجل هيك نرفعها لي فوق معناها هذا دورسيفليكشن. زين، اذا نزلناها لي جوا الرجل صار شنو، او القدم صار اسمه بلانتر فليكشن. يعني بالحالتين هو فليكشن بس مره دورسيفليكشن ومره بلانتر فليكشن. هاي نفس الشيء انه هنا هسه هذا الموضع الرئيسي رفعناها لي فوق معناها شنو، دورسيفليكشن. نزلناها لي جوا بلانتر فليكشن. عرفنا الحركات. زين، هاي الحركات ما تتل منه، ما تتل انكل جوينت، راح ناخذهم بعدين بالتفصيل. بس عموما انه احنا من نحرك الانكل جوينت بهاي الحركه اللي هي دورسيفليكشن، اثناء هاي الحركه راح يتحرك عندنا البروكسيمال تيبيو فيبيولر جوينت. فالتيبيو فيبيولر جوينت تكون حركته ايش وقت؟ من يتحرك عندنا الانكل في حركه الدورسيفليكشن. زين، يقول انه الموفمنت از امبوسيبل، مستحيله. شو وقت مستحيله؟ يقول انه هاي الحركه مستحيله وما راح تصير اذا شنو، اذا ما سوينا حركة بيمن بالانفيرير تيبيال، العفو تيبيو فيبيلر سندسموسيس. يعني شنو؟ يعني انه هذا السوبيرير يعني بين قوسين، يعني مو عندنا واحد فوق وواحد جوه، هنا عندنا بس لحظة، عندنا واحد هنا بروكسيمال هنا، وعندنا واحد ثاني ديستال تيبيو فيبيلر جوينت، واحد بروكسيمال واحد ديستال. يقول انه هذا العلوي مستحيل يتحرك اذا ما جوه يتحرك، لازم يتحرك. فيعني اللي الفوق هذا العلوي اوكي مستحيل يتحرك بدون حركه هذا الجوا، فلازم يتحركين اثنين نسويه. اوكي، فيقول انه الموفمنت مال هذا اللي هو السوبيريور تكون مستحيله، مستحيله شو وقت؟ اذا ما سوينا without movement، اذا ما سوينا حركه بمن بالانفيرير اللي هو الديستال تيبيو فيبيلر سندسموسيس او جوينت، نفس الشيء. اوكي، فهسه عرفنا انه حركته مستحيله اذا ما حركنا هذا الجوينت، لازم نحرك هذا الجوينت اللي جوا، لازم يتحركين نسويه. زين، لنا شغلنا عدل، خلصنا الاول اللي هو العلوي. هسه راح ناخذ الوسطي اللي هو الانتروسيس ممبرين. عباره عن شنو؟ يقول انه هو عباره عن شنو، عباره عن بارت من التيبيو فيبيلر سندسموسيس اللي وياه هو السفلي. السفلي نسميه تيبيو فيبيلر سندسموسيس، فهو جزء من عنده. اوكي، ايش نعتبره؟ جزء من عنده، لان هو نفس التركيب او يتشابه بالتركيب، مو الا نفسه بالضبط. زين، اتجاهها راح يكون اوبليك، يعني شنو؟ الدايركشن مال الفايبرات مال هذا الممبرين اللي هو الانتروسيس ممبرين تكون شنو؟ اوبليك، مائله. اوكي، الدايركشن الاتجاه مالتها يكون مائل. زين، منين راح تنزل؟ راح تنزل انفيرو لاترالي. انفيرو لاترالي منين؟ من التيبيا باتجاه الفيبيولا. نجي نرسم هذا الشيء. فهو قال انفيرو لاترالي من التيبيا للفيبيولا. اوكي، هي وين جهه الميديال وين جهه اللاترال؟ السبع كونيول قفها، انه هذا انتيرير فيو هو، فمعناه هذا الانفيرو ميديالي. هيش لازم ينزل هيش الفايبرات تنزل انفيرو ميديالي. زين، منين تنزل؟ من التيبيا، هاي التيبيا الى باتجاه الفيبيولا، باتجاه الفيبيولا. فمعناها شنو اتجاه الفايبرات لازم يكون؟ هسه مو كلش واضح، سوى لازم هيك ينزلن انفيرو ميديالي. انفيرو ميديالي جاي ينزلن لي جوا من التيبيا للفيبيولا. هذا هو الانتروسيس ممبرين بهالبساطه، ما عندنا وياه شيء. بس هو شنو يعني؟ مفيد طبعا، جاي يربط التيبيا والفيبيولا بقوه على طولها. اوكي، لان الشيفت مالتهن اللي هو الجزء الوسطي مالتهن مرتبط مع بعضه عن طريق هذا الانتروسيس ممبرين. زين، هذا هو الانتروسيس ممبرين مثل ما تشوفون، هاي الفيبيولا وهاي التيبيا. اوكي، وهذا هيك هو جاي يربط انفيروميديا اللي نازل لي جوا. زين، يسمى انتروسيس ممبرين. اوكي، هذا اتجاهات الفايبرات مالته هيش نازلات. اوكي، انفيرو ميديالي، العفو سوري لاترالي، انا جاي اقول ميديالي، انفيرو لاترالي سوري. زين، نركز شويه ونعرف التفاصيل الباقيه. راح نوصل هسه المن للتيبيو فابيولر سندسموسيس اللي نقصد بيه الانفيرير، اللي هذا اللي موجود ديستولي، اللي موجود هنا جوا، موجود جوا هنا. اوكي، نوعه سندسموسيس، يقول انه هو عباره عن جوينت نوعه ليس سينوفيال وانما فايبرس جوينت. اوكي، ما دام فايبرس جوينت فنوعه سندسموسيس وليس له علاقه بمن بالساينوفيال هالمره، انه هذا نوعه مو ساينوفيال، لذلك نصيح له سندسموسيس. اوكي، وانما هو عباره عن فايبرس جوينت، يعني عباره عن مفصل ليفي. اوكي، لا يحتوي على ساينوفيال فلويد ولا ساينوفيال ممبرين ولا شيء، بس شنو؟ فايبرس، بس الياف. زين،
يقول انه هو كومباوند، يعني شنو انه كومباوند؟ يعني انه هو مركب. اوكي مركب زين. يقول it is the fibrous union، يعني انه هو عباره عن اتحاد. اوكي او هو جاي يعني جاي يربط، اوكي يربط التيبيا ويا الفيبيولا، جاي يربط التيبيا ويا الفيبيولا يخليهن يتحدن مع بعضهن عن طريق الياف اللي هي الفايبرز. اوكي فهو عبارة عن الياف جاي تربط التيبيا ويا الفيبيولا. هو غرضنا من هاي المفاصل كلها ان نربط التيبيا والفيبيولا حتى نجهز للانكل جوينت اللي راح نشرحها بعد شوي. هذا مو ضمن الانكل جوينت طبعا، عموما بس هو قريب من الانكل جوينت. فهذا الانتروسيس او العفو هذا التيبيو فيبيولر سندسموسس شبي راح يتكون من عدة اجزاء، من ضمنها الانتروسيس ممبرين. هو جاي يربط فعلا انه انا هسه من اربط التيبيا والفيبيولا احتاج انتروسيس ممبرين. اوكي وهذا وين يعني راح يوحد انه يونايتنج، انه راح يوحد الشيفتس. يعني شنو يعني راح يربط الشيفتس مالت منو مالت التيبيا ويا الشيفتس مالت الفيبيولا. وفعلا هنا شفناه لحظه بس وين صار بعيد، اي جاي يربط الشيفت اللي هو هذا الشيفت ترى، هسه خلي اشير عليه. هذا الشيفت مالت التيبي، هذا مالت التيبيا وهذا مالت الفيبيولا جاي يرتبط عن طريق هذا الاخضر اللي هو من هو الانتروسيس ممبرين. ففعلا هو جاي يربط سويا زين. ويقول انه هذا راح يكون لنا فورم برينسيبل كونكشن بتوين تيبيا اند فيبيولا، يعني انه التيبيا والفيبيولا يصير بينات الارتباط الكونكشن بشكل اساسي، برينسيبل بشكل اساسي او بشكل رئيسي عن طريق هذا الانتروسيس ممبرين. فالانتروسيس ممبرين هو اللي جاي يوفر لي الارتباط الرئيسي بين التيبيا والفيبيولا. اكو احد جاي يسند حتى يعطينا هذا المفصل السفلي اللي هو الديستال تيبيو فيبيولر جوينت؟ اي اكو بعد ليجامنتات واحد ليجامنت يسمونه انتروسيس ليجامنت، اوكي انتروسيس ليجامنت، وثاني يسمونه انتيرير تيبيو فيبيلر ليجامنت، والثالث اسمه بوستيرير تيبيو فيبيلر ليجامنت. زين نجي نشوفهن واحد واحد. شوفوا لي هذا شو اسمه انتيرير تيبيو فيبيلر ليجامنت. من اسمه انتيرير يعني امامي، تيبيو فيبيلر يعني يربط بين التيبيا والفيبيولا. فعلا هذا هو منا بدا من التيبيا وراح وين؟ راح على الفيبيولا وارتبط بيها. هذا انتيرير تيبيو فيبيولا نفسه، اكو واحد ثاني بس شنو موجود بوستيريرلي، هذا هو. هسه هنا بوستيرير فيو، هاي بوستيرير فيو هالمره جاي مبوع من ورا، فنشوف هذا البوستيرير تيبيو فيبيولر جوينت جاي يسوي هم كذلك، جاي يربط بين منو بين التيبيا منانه وين يروح يوديها للفيبيولا، جاي يربطها بالفيبيولا. فهسه حلو هذا، حلو هاي الامور لحد الان انه عرفنا اكو ليجمنتات اثنين جاي يربطن التيبيا والفيبيولا من جوا. وقلنا بعد اكو واحد ثالث اسمه انتروسيس، هذا الانتروسيس ليجمنت هذا هو. اوكي هنا هاي الفيبيولا العفو هاي التيبيا وهاي الفيبيولا، فهو جاي يربط بيناتهن هنا، يعني هذا الرباط اللي بيناتهن. اوكي محشور بيناتهن، يعني هو اوكي محشور بيناتهن جاي يربطهن، نسميه انتروسيس ليجمنت وليس ممبرين. الممبرين موجود فوق، هذا ممبرين، هذا انتروسيس ممبرين، ولكن اللي جوا هنا اوكي اللي بين العظمتين كلش وقريب من المفصل يسمونه انتروسيس ليجمنت. اوكي ليجمنت لان هو عباره عن ليجمنت رباط. فهسه عرفنا شنو الاشياء اللي جاي تقوي، انه اول شيء هو الانتروسيس ممبرين اللي جاي يربط لنا الشفتات سويه، الشفت مالت التيبيا والشفت مالت الفيبيولا. زين وراها عندنا ليجمنتات ثلاثه، واحد انتيرير فيبيولر ليجمنت، والثاني بوستيرير فيبيولر ليجمنت، والثالث انتروسيس ليجمنت. اوكي وشفناهن وندلينا مكانتهن او مكاناتهن ثلاثتهن. زين لهنا امورنا كلش تمام. زين يقول ممكن نحن استونا واحد اسمه انتروسيس ليجمنت، واحد اسمه انتيرير تيبيو فيبيولر ليجمنت، واحد اسمه بوستيرير تيبيو فيبيولر ليجمنت. راح يحكي عن البوستيرير تيبيو فيبيولر ليجمنت. اوكي يقول انه هذا راح ينطينا جزء من عنده يكون لنا فد ليجمنت اخر اضافي يكون عرضي، اوكي يعني ترانسفيرس، وهم موجود لي جوا كلش، فيسمونه انفيرير ترانسفيرس تيبيو فيبيولر ليجمنت. هنا مكتوب جوينت ما لكم علاقه به، يقصد ليجمنت. زين المهم انه هذا الليجمنت جاي يمشي بالعرض وموجود كلش جوا انفيرير، لذلك سماه انفيرير ترانسفيرس ليجمنت. وين هو؟ هذا هو من هنا جاي يربط من هنا لهنا، يعني من الستايدو من العفو من ال من الماليولاي مالت من الماليولاس مالت التيبيا ويا الماليولاس مالت الفيبيولا جاي يربط بينات هنا بالعروض. هو جزء منين؟ جزء من هذا البوستيرير تيبيو فيبيولر ليجمنت، انه جزء من عنده. هذا جريز ما يعترف به، يعني ما يحطه ما يحكي عنه هواي، بينما لا مور اللي معتمد بالكليه اللي هو مصدر مور، اقصد انا جاي احكي عن المصادر انه مصدر مور لا يقول موجود وهذا هو.
اوكي هذا هو زين، انه هو جزء من هذا، جزء منه يعني تكمله الى المفروض، بس هو شوي فاصلين. هذا هو البوستيرير تيبيوفيبولار جوينت، اوكي، بينما الثاني اللي هو الانفيرير ترانسفيرس هذا هو اوكي جاي يمتد هيجي بشكل قوس زين، وبالعرض فيسمونه ترانسفيرس. اوكي هذا شو يسوي؟ يونايتنج يعني يربط بين منو ومنو؟ الديستال اند مالس العظمتين ذن، يعني النهايه العظميه مالت التيبيا ويا النهايه العظميه مالت الفيبيولا جاي ترتبط عن طريق ليجمنت. شو يسمونه؟ يسمونه انفيرير ترانسفيرس تيبيو فيبيولر ليجمنت. فشنو فائدته هذا؟ جاي يربط النهايات العظميات مال منو ومنو؟ النهايه العظميه مالت التيبيا ويا النهايه العظميه مالت الفيبيولا زين، هو هذا الانفيرير ترانسفيرس تيبيو فيبيولر جوينت زين. يقول ذا انتجريتي اوكي اوف ذا انفيرير تيبيوفيبولار جوينتس، اللي هو يقصد بيه هذا الجوينت السفلي كله، هذا الجوينت كله يعتبر هذا اسمه انفيرير او ديستال تيبيوفيبولار جوينت. هذا الانتجريتي مالته او القوه مالته هي كلش اسينشال، كلش ضروريه. ليش؟ حتى ننطي ستيبيليتي للانكل جوينت. ليش برايك؟ لان نقول انه وين هو الانكل جوينت بالضبط؟ هذا هو الانكل جوينت، ترى هذا الانكل جوينت. فالانكل جوينت من تجي قوه حتى ينقل الحمل اوكي، وين راح يوديها؟ راح يوديها للتيبيا والفيبيولا. هو الانكل جوينت هذا، هذا هو الانكل جوينت، جاي شخبط عليه. من تجي قوه لازم تساعدها لي فوق، اوكي راح يساعدها لي فوق هاي القوه. فمن يساعدها وين راح يوديها؟ للتيبيا والفيبيولا. اذا التيبيا والفيبيولا ما مرتبطات عدل اصلا، فراح يفلتن اوكي، لان جاي تجيهن قوه من الانكل جوينت. بينما اذا هن مربوطات عدل، فمعناها الانكل جوينت راح يستقر وتكون حركته كلش سليمه. فيعني فائده هذا الجوينت اللي هو الانفيرير تيبيو فيبولر جوينت، هذا هو شنو فائدته؟ حتى الانكل جوينت يستقر ويتحرك براحته اوكي. فهو يقول انه هو اسينشال، هو ضروري، هو ضروري حتى ننطي استقراريه لمن؟ للانكل جوينت، حتى ياخذ راحته، يصير عندنا يكون مستقر يعني قاعد عدل وراكب عدل، لان هو راح يحشر بهاي الفتحه. راح اشوفكم اياها بعد شويه بالاستعدادات الجايه زين. ويقول انه it keeps the lateral malleolus firmly against the medial the lateral surface of the talus. هسه ما واضحه هاي الفكره، هسه اوضح لكم اياها لحظه بس. شوف جاي تشوفون الخط الاحمر اللي مسويه، هذا جاي يمثل السطح التمفصلي مالت التيبيا وسطح التمفصلي مالت الفيبيولا حتى يتمفصلن ويا عظمه التيلس ويسوون لي الانكل جوينت. راح تقول لي وين صاير عظمه التيلس؟ راح اقول لك ها هي، لحظه بس، ها هي التيلس، هاي هم مخلي عليها خط احمر اوكي، هاي التيلس، هاي كلها تعتبر عظمه التيلس اوكي. فحاكين انا طبعا سابقا بالاوستيولوجي اوف لور اللي حكيت لكم عنها. عموما هاي العظمه اوكي راح تتمفصل ويا من؟ ويا هاي هنا راح تتمفصل ذني، يعني هاي ويا هاي راح يتمفصل نسويها حتى يطني الانكل جوينت زين. فهذا الراس مالت التيلس، او هو مو الراس مالت التيلس وانما التروكليا مالت التيلس اللي هو هذا السطح التمفصلي مالت التيلس، شبي المفروض يحشر هنا، المفروض يركب هنا هاي المكان اللي مأشر عليه بالاحمر، المفروض يحشر هنا حتى يركب الجوينت ويتحرك براحته اوكي. لهنا شغل عدل، خلي نركبه هنا هسه، راح نجي نلقى صوره مركبات بيهن. هذا الجوينت كامل، يعني شنو هذا؟ هذا الحدود مالت منو؟ هذا السطح التمفصلي مالت التيبيا وهذا السطح التمفصلي مالت الفيبيولا، راح يقابل السطح التمفصلي مالت منو؟ مالت التيلس من هنا هيجي راح يقابله اوكي، بنفس الوقت لاترالي زين؟ زين. إذا تلاحظون هو ايش قال هنا؟ ركزوا بهاي العبارة، هسا الحكي كله بس حتى تعرفون العبارة راح نشرحها هسه. إنه هنا يقول إنه هذا المفصل، هذا اللي هو التيبيو فيبيولار جوينت اللي موجود جوا اللي هو الانفيرير تيبيو فيبيولار جوينت، راح يحافظ على اللاترال ماليولاس أوكي؟ فيرملي أجينست، يعني راح تكون مرتبطه بقوه ويا من؟ ويا اللاترال سيرفيس مالت التيلس. فمعناها اللاترال سيرفيس مالت التيلس راح يرتبط ويا اللاترال ماليولاس. خلينا نجي نشوف اوكي وين اللاترال سيرفيس مالت التيلس؟ هاي انتيريور فيو معناها هذا ميديال وهذا لاترال. نجي نشوف وين اللاترال ماليولاس، خلينا نمسح هاي الشخابيط. هذا اللاترال ماليولاس، هذا هو مكتوب اللاترال ماليولاس، راح يتمفصل ويا من؟ بقوه ويا من؟ ويا هذا المكان اللي هو اللاترال سيرفيس مالت منو؟ مالت التيلاس. يعني شلون عرفك انه هذا اللاترال سيرفيس مالته؟ اقول لك مبين انه هذا هو، هذا هو
هذا ميديال سيرفس وهذا لاترال سيرفس لين باتجاه اللاترال ماديولاس. اوكي فهذا السطح اللي راح يتمفصل ويا التيلس، اوكي عفوا راح يتمفصل ويا الفيبيولا، راح يكون شنو مرتبطات بقوه عن طريق هذا الجوينت هنا. هذا الجوينت هو هنا موجود، هذا هي جاي يرتبط، فهنا ذني راح يرتبطن عدل. ليش؟ لان اكو استقراريه موجوده هنا، اكو ستيبيليتي. اوكي فاللاترال ماليولس راح تتصل ويا من؟ ويا الليترال ويا اللاترال سيرفس مالت منو؟ مالت التيلس. وشفنا شلون هذا هو التيلس، هذا هو التيلس، وهذا الجزء الميديال من عنده، وهذا الجزء اللاترال. فالسيرفس اللي بجهه اللاترال راح يتحد ويا اللاترال ماليولس اللي هي هي. زين هنا شغلنا عدل، وهذا السلايد كملنا ما عدنا ويا شيء صح. زين يجي يقول انه هذا السندسموسس او الانفيريور تيبيو فيبولر جوينت نفس الشيء، يقول انه هذا الموفمنت مالته تكون حركه جدا بسيطه، سلايد موفمنت. هاي راح تحدث حتى شنو؟ حتى نسوي اكوميديت، حتى يتكيف اوكي الجزء الواسع من التيلس اللي هو الوايد بورشن مالتل تيلس اللي هو منو اللي نسميه تروكليه. اوكي وين وين يعني يقعد او يحشر او يركب؟ وين؟ بتوين منو؟ بين الماليولاي اللي هنا اللاترال ماليولاس والميديال ماليولاس، بيناتهم اثناء منو؟ اثناء الدورسي فلكشن مالت الفوت. يمكن هسه انت ما فهمت بس خلي افسر لك اياها، انه اثناء اذا نريد نسوي دورسي فلكشن بالفوت او بالانكل اوكي، فراح نرفع القدم، راح نرفع القدم. من راح نرفعها؟ راح شو يسوي هذا التيلس؟ وينه؟ لحظة بس خليه من هنا بالرسم، هنا سموه هيجي. من راح نسوي دورسي فلكشن فهذا التيلس راح يرتفع لي فوق، اوكي راح يرتفع لي فوق، فراح يحشر بيناتهم، راح يحشر بيناتهم، يحشر بين منو ومنو؟ بين اللاترال ماليولس والميديال ماليولس، هاي اللاترال ماليولس والميديال ماليولس، يحشر بيناتهم. فالفائدة مال هذا الجوينت انه يتوسع اوكي حتى ينطي مجال للتيلس بانه يتكيف بجوا ويركب بجوا ويقدر يعني يصير توسع حتى يقدر يحشر. يعني شنو؟ يعني اليوم انا عندي هذا الانكل جوينت اوكي، اذا اريد ارفع او ارفع الفوت لازم ارفع شنو؟ ارفع التيلس، فالتيلس لازم يرتفع لي فوق اوكي. من يرتفع لي فوق اوكي لازم هذا المكان يتوسع، هذا المكان اللي جاي يقعد بيه لازم يتوسع. فشلون يتوسع؟ عن طريق الحركه اللي جاي يصير بهذا الجوينت اللي هو الانفيرير تيبيو فيبولر جوينت. ففائده الحركه مال هذا الجوينت حتى نوسع المكان وبحيث يقدر يتكيف التيلس. سواء قابل التيلس كله راح يقعد لنا؟ لا بس جزء واحد من التيلس اللي هو التروكليا مالته، التروكليا مالت التيلس اوكي. فهسه اللي هو الجزء الواسع من التيلس، فهذا الجزء الواسع من التيلس، هذا هذا الجزء الواسع من التيلس هو راح يتمفصل، فيسمونه تروكليا اوف تيلس وايد بورشن، يعني الجزء الواسع. فهسه شو يقول؟ ايش قال هو؟ حتى ننطي تكيف المن للوايد بورشن، الوايد بورشن يعني الجزء الواسع المتوسع من التيلس اللي نسميه منو؟ اللي نسميه تروكليا، نسميه تروكليا او الجزء المتوسع من التروكليا مات التيلس، يعني التروكليا بيها جزء متوسع اوكي. فهذا الجزء المتوسع مات التروكليا راح شنو؟ طبعا هو التروكليا مالت منو؟ مات التيلس، مال عظمه التيلس. فبالتالي راح يحشر بين منو ومنو؟ بين المانيولاي، اثناء المانيولاي نقصد بها جمع مانيولس اللي هنا اللاترال والميديال مانيولس اوكي، مانيولس بالال مو ان. زين فراح شنو هاي اثناء يا حركه؟ اثناء حركه الدورسي فلكشن، بينما اثناء حركه البلانتر فلكشن ما راح نحتاج هذا الشيء، وراح نشوف بعد شويه وراح توضح هاي الحركات كلها. خلوا ببالكم انه المعلومات مال هاي المحاضره راح تجي بشكل تدريجي حالها حال باقي المحاضرات، فاذا اكو شوي غموض من المحاضره من نهايه المحاضره ما راح يبقى هذا الغموض، لا تقلقون. تمام المهم انه هسه احنا اثناء الدورسي فلكشن جاي يحشر هذا الجزء المتوسع من التروكليا مالت التيلس. وين يحشر؟ بين الماليولاي، بتوين ذا ماليولاي اوكي. فلذلك لازم يتوسع هذا السبيس عن طريق بانه تصير حركه بهذا السندسموسس او الانفيرير تيبيو فيبولر جوينت. زين لنا امورنا كلها تمام، خلصنا هسه احنا الجوينتات اللي موجوده بين التيبيو والفيبيولا، هسه بين التيبيو والفيبيولا وعظام التيلس مالت الفوت حتى نسوي الانكل جوينت. راح نسوي هسه الانكل جوينت. هذا الجوينت هو نوع ساينوفيال جوينت اوكي، يعني حاله حال كل الجوينتات اللي تتحرك بحريه اوكي بالجسم. ضمنها هو دائما الجوينتات عندنا اللي يتحركن بحريه لازم يكون ساينوفيال جوينت، فهو من ضمنهن، فهو ساينوفيال جوينت. بس يا قسم منهن هنجي جوينت، هنجي جوينت من ضمن الساينوفيال. زين شنو العظام المتضمنه بهذا الارتكيوليشن؟ حكيناها قبل شويه وهسه نوضحها من جديد، انه احنا عندنا منو
عندنا التيبيا، اوكي التيبيا نهايتها السفليه، الديستال اند اوف تيبيا هاي زين، والديستال اند اوف فيبيولا قدام من ويا من جيت مفصل، جيت مفصل ويا التيلاس، اوكي التيلاس هذا التيلاس اللي هو السوبيريور اند اوف تيلاس. خلينا نجي نشوفه، يقول انه هو عباره ذكر لك نوعه نو سينوفيال جوينت من نوع هنجي، اوكي هو يضمن ثلاث اجزاء، اول شيء الديستال اند هاي السفليه مات التيبيا والنهايه السفليه مات الفيبيولا، اوكي والسوبيريور بارت اوف تيلاس الجزء العلوي منين؟ من التيلاس اللي هو هذا، هو اللي رسمناه وين؟ باللون الاحمر، اوكي هذا التيلاس زين، الجزء العلوي من عنده زين، هذا التمفصل هذا الارتكيوليشن زين. بس خلي نركز على شغله انه وين لحظه، بس شوفون هذا المكان هسه اللي مأشر عليه بالاحمر، بس خلي امسح هذا المكان اللي مأشرين عليه بالاحمر، اوكي هذا يعني هو المكان اللي راح يحتضن التيلس، اوكي راح يحتضن التيلس بحيث راح يركب بيه التيلس وراح يرهم بيه بشكل مرتب بحيث حتى يصير عندنا المفصل. هذا المكان اللي مأشرين عليه بالاحمر اللي استوينا قلت لكم عليه، اوكي هذا له تسميه خاصه، هو بين الماليولاس يقع، فيسمونه ماليولر، اوكي ماليولر مورتيس، اوكي ماليولر مورتيس هذا هو اللي راح يحتضن شنو التيلاس او التروكليا مات التيلاس اللي شكلها يعني هسه راح اوضح لكم السالفه، انه يقول الديستال اند مات التيبيا وكذلك مات الفابيولا، اوكي والليجامنت اللي يحيط به، شوفوا شوفوا قبل شوي حكينا معلومه حتى قلت لكم ما موجوده بجريز بس بمور، انه اكو ليجامنت لحظه بس حكينا قبل شويه، هذا خلينا ندله وين ما شاء الله انه هو يصور هوسه، بس لحظة وين ضيعنا الله سالفة هاي وين وين هذا اي قلت لكم انه اكو عندنا ليجمنت موجود بالانفيرير او بالديستال تيبيو فيبولر جوينت، هذا الليجمنت اسمه بوستيرير تيبيو فيبولر ليجمنت زين، ينطي جزء من عنده يكون عرضي بالعرض يمشي يسمونه ترانسفيرت، هو موجود لي جوا كلش يسمونه انفيرير ترانسفيرس ليجمنت هذا هو زين، جاي يمتد بين من الفيبيولا للتيبيا، من اللاترال ماليولاس للميديال ماليولاس، اوكي فهو جاي يكون لي الماليولر مورتيس، اوكي هو جاي يكون لي ويا اللي يعني الليجمنت الليجمنت هذا ويا اللاترال والميديال ماليولاس جاي يكون لي هذا الماليولر مورتيس، فهسه اللي هو المكان اللي راح نحتضن به منو؟ اللي راح نحتضن به التروكليا مات التيلاس، اوكي وراح يقعد بها بشكل مرتب زين، فهسه النهايات مال عظمه النهايه مال عظمه التيبيا اوكي والنهايه مال عظمه الفيبيولا، هو قال الديستال اند مالتهن اثنينهن اوكي، وكذلك وياهن منو؟ على طول منو؟ على طول الانفيرير ترانسفيرس ليجمنت اللي هو جزء منين؟ بارت من منو؟ من البوستيرير تيبيو فيبيولار ليجمنت، اوكي هو جزء من عنده، فهذا الليجمنت ويا هاي النهايات العظميه الاثنين اوكي ايش راح يكونون لنا؟ راح يكونون ماليولر مورتيس، فس ممن يتكون الماليولر مورتيس نقول من الديستال اند اوف تيبيا زائد ديستال اند اوف فيبيولا زائد انفيرير ترانسفيرس ليجمنت اللي هو عباره عن جزء من البوستيرير تيبيو فيبيولار ليجمنت، عرفنا التركيب مالته هذا زين، شنو فايدته؟ انه هو راح يقعد قعود راح يكون فت راح يرهم ويكون مناسب لمن؟ للتروكليا مات التيلس اللي يكون شكلها، شوفوا شكلها شويه محدب، هي هاي التروكليا شوي محدب يعني مثل البكره اوكي، يسمونه بولي شيبد اوكي، فهاي هي التروكليا مالت منو؟ مات التيلس، هو راح يحتضنها هذا التركيب اللي حكينا عنه اللي قلنا اسمه ماليولر مورتيس، فهسه الماليولر مورتيس اللي عرفنا تركيبه هم عرفنا وظيفته انه راح يحتضن هاي او راح يركب بيه راح تركب بيه التروكليا مات التيلس وراح تقعد بيه بشكل مناسب وتصير فت له زين. هنا يوضح لنا شنو التروكليا، يقول انه هي راوندد سوبيريور ارتكيولر سيرفيس اوف تيلس، نجي وحده وحده، اول شيء قال اوف تيلس معناها هي عباره عن جزء من التيلس، هي عباره عن جزء من التيلس يعني هو قال اوف تيلس زين، بس شنو يا جزء؟ جزء يكون راوندد يعني شنو؟ يعني منحني اوكي او يعني مستدير شويه باستداره، فعلا هسه هذا مأشر عليه بالاحمر مستدير شويه فهو راوندد، وهو وين موجود لي فوق؟ فعلا هو الجزء العلوي منين؟ من التيلس، وشنو فايدته؟ يسوي ارتكيوليشن ويا الموليولر مورتيس اوكي،
فبالتالي هو معناها هو عبارة عن articular surface. فهسه انه هو عبارة عن articular surface عبارة عن سطح تمفصلي من التيلس يكون علوي superior ويكون rounded يعني مستدير، هو هذا التروكليا. زين لهنا امورنا واضحة وتمام. يقول انه الارتكيليشن بالضبط ويمن جاي يصير انه الميديال سيرفس، الميديال سيرفس مالت اللاترال ماليولس articulates راح تتمفصل ويا اللاترال سيرفس اوف تيلس. يعني شنو؟ يعني الميديال سيرفس اوف لاترال ماليولس ويا اللاترال سيرفس مال منو؟ مالت التيلس. نجي نوضحها حتى تصير سهله. هو ايش قال؟ قال الميديال سيرفس اوف لاترال ماليولس، هاي اللاترال ماليولس، هاي اللاترال ماليولس. وين الميديال سيرفس مالتها؟ هذا اللاترال سيرفس مالتها وهذا الميديال سيرفس مالتها، فاحنا شغلنا ويا الميديال سيرفس مالتها. زين هذا هو، زين نرسم بشكل اوضح. بس لحظه، هذا هو من هيجي ونازل، خلينا نصغر الخط حتى يصير ارتب. لحظه بس، هيجي احسن. هذا هو، هذا الميديال سيرفس اوف لاترال ماليولس، هذا نازل لي جوا، راح يتمفصل ويا من؟ ويا اللاترال سيرفس مالت منو؟ مالت التيلس. هذا هو التيلس، هذا كله تيلس، هذا كله تيلس. خلصنا بالاصفر، هذا هو التيلس. زين هذا كله تيلس. وين السوبيريور اند مالته؟ هذا السوبيريور. وين الميديال؟ هذا الميديال. وين اللاترال؟ هذا اللاترال. فشغلنا ويا من؟ ويا اللاترال، انه اللاترال هو راح يتمفصل ويا الميديال سيرفس مالت اللاترال ماليولاس مالت الفيبيولا. هيك جاي يصير التمفصل بيناتهم. هسه هذا التمفصل الاول عرفنا بين منو ومنو. زين نجي نكمل. شو يقول؟ شو يقول؟ بس لحظه، شو يقول وراها؟ يقول انه بس خلصنا من الفيبيولا واللاترال ماليولس مالتها، نجي للتيبيا. شلون راح تتمفصل؟ شلون راح تسوي ارتكيوليشن؟ يقول راح تسوي ارتكيوليشن ويا التيلس عن طريق مواضع اثنين، يعني بمكانين مو بمنطقه واحده راح يتصلن. المنطقة الأولى إنه its inferior surface يعني السطح السفلي من هذا من هاي التيبيا، أوكي راح يكون لنا روف، أوكي المن للماليولر مورتس، يعني هو الماليولر مورتس موجود بالروف، أوكي يعني بالسقف مالت منه؟ مالت الانفيرير، مالت منه؟ مالت الانفيرير سيرفس مالت مالت التيبيا. فيعني التيبيا اوكي النهاية السفلية مالتها او السطح السفلي مالتها شن طاني؟ انطاني الماليولر، الماليولر مورتس. وهذا الماليولر مورتس شبيه راح شنو؟ راح ينتقل الحمل مالت التيلس عن طريقه، او راح ينقل الحمل مالت الجسم الى التيلس عن طريقه. يعني ما ادري هسه حاليا يمكن ما فهمتوني، هسه شوي شوي تفهموني. بس لحظة، هسه شوية تصير سهلة. انه هذا التركيب اللي هو هسه هذا، هذا خلي ارسمه بمن؟ بالاخضر. هذا هو، هذا هو هذا الانفيرير او الانفيرير سيرفيس اوف تيبيا. فعلا هذا السطح السفلي من التيبيا. شبيه هذا الانفيرير سيرفيس مات التيبيا؟ هذا يقول انه هو جاي يكون لنا اوكي الماليولار مورتس اللي شبيهه، اللي راح تحتضن، راح تحتضن او يركب بيها منه السوبيرير بوردر مالت منه؟ مات التيلس. يعني هاي التيلس راح تجي تقعد بهاي الخضرة اللي هي المورتس مات التيبيا. فمن اجل قعدت بيها الوزن مات الجسم راح ينزل من فوق، وزن الجسم راح ينزل من فوق وينزل على التيبيا، وعن طريق هذا السطح راح يعبر وين؟ الى التيلس، الى هنا للتيلس راح يعبر. فانه هي راح تحمل او راح ينتقل وزن الجسم عن طريقها من المورتس اوكي الى شنو؟ الى الى التيلس. فيعني انه السطح السفلي هسه، السطح السفلي راح يكون لنا الروف مالت الماليولار مورتس اوكي. فراح ينقل ترانسفيرنج، انه راح ينقل سوري، راح ينقل شنو؟ البودي ويت، البوديز ويت. يعني شنو بوديز ويت؟ يعني انه وزن الجسم عن وين راح يوديه؟ راح يوديه الى التيلاس. فراح ينتقل الى التيلاس من التيبي الى التيلاس عن طريق هذا المكان، عن طريق المورتس اللي هو الماليولار مورتس. زين عرفنا التمفصل المنطقة الثانية. زين التيبيا والفيب والتيبيا والتيلس بعد عندهن اتصال، يعني احنا قلنا اثنين اخذنا واحد هسه الثاني. انه يقول انه الاتس ميديال ماليولس، انه الميديال ماليولس مات التيبيا راح تتمفصل ويا من؟ ويا الميديال سيرفس مات التيلس. خلينا نجي نشوف، خلينا نجي نشوف الصورة. هاي صورة تجنن، هي طبعا فادتنا هواي. انه هنا عندنا شو يقول هو؟ قال انه الميديال ماليولس مات التيبيا اللي ها هي، ها هي اوكي، ها هي، ها هي. زين رسمناها بالاخضر،
هاي ميديال مانجوس مات التيبيا، راح تفصل ويا من؟ ويا الميديال سيرفس مالت منو؟ مالت التيلس، هذا التيلس اوكي، هذا كله تيلس. وين الميديال سيرفس مالته؟ هاي الميديال سيرفس مالته، فراح يتمفصل الدنس ويا، فصار عدته مفصل منين منين؟ من هاي الجهه ومن هاي الجهه، يعني على الميديال وعلى اللاترال ومن فوق كذلك. من هنا حكينا عنها وقلنا الوزن ينتقل عن خلال من خلالها من التيبيوله، او عفوا من التيبيا الى التيلاس. زين، من التيبيا الى التيلاس، ان شاء الله تكون واضحه وسهله. هنا وضحنا شلون جاي يصير التمفصلات الثلاثه، واحد جاي يربط بين منو ومنو؟ بين التيلس والفيبيوله، واثنين بين اثنين التمفصلات بين منو ومنو؟ بين التيبيا والتيلس. زين، بين التيبيا والتيلس وضحناهن. زين، يقول انه ذا ماليولاي اللي هن ذن الميديال ماليولاي واللاترال ماليولاس اثنيناتن جريب ذا تيلس تايتلي، يعني هن راح شلون راح يركب بيهن، اوكي راح يركب بيهن التيلس، او يعني يقعد بيهن او يرهم عليهن التيلس بشكل مرتب. هذا المانيولاس او الماليولاس راح يفيدنا بانه التيلس راح يقعد بيهن تايتلي بشد، يعني بقوه وقاعد عدل، اوكي يعني محكم. زين، ولكن انه يكمل شو يقول؟ انه هذا القعده مالته، اوكي، او الركبه مالته، انه هو راكب بشكل صحيح، تكون سترونجست، انه تكون بقمه القوه مالتها شو وقت من نسوي دورسي فليكشن. فمعناها انه انت من تسوي دورسي فليكشن بالانكل مالتك، فالتمفصل راح يكون كلش مضبوط والعظام قاعدات ومتراصات بشكل صحيح. ليش بالضبط اثناء الدورسي فليكشن الانكل جوينت راح يستقر اكثر وراح يقعد اكثر، التيلس راح يستقر بالماليولاي بشكل صحيح؟ ليش؟ لان اثناء الدورسيفليكشن فورسز راح يندفع، اوكي، ذا وايدر انتيرير بارت اوف ذا تروكليا، يعني التروكليا مالت التيلس اللي هي سطح التمفصلي مالت التيلس شبيهه الجزء الواسع من عندها الوايدر، اوكي، وبنفس الوقت الامامي، يعني الجزء الامامي الواسع من هاي التروكليا شبيه راح يندفع فورسز، يعني يندفع شنو؟ بوستيريرلي، يندفع الى الخلف. فبالتالي راح يصير بين منو منو؟ بتوين ذا ماليولاي، بين اللاترال والميديال ماليولاي. فش راح يسوي؟ راح يحشر بيناتهم، فبالتالي راح يحاول يفصل منو منو؟ راح يفصل التيبيا عن الفيبيولا، اوكي، راح يفصل التيبيا عن الفيبيولا، سيبريتنج ذا تيبيا اند فيبيولا سلايتلي ابارت، يعني راح يحاول يبعدهن. يعني شنو؟ شوي صبروا لي، انه هنا مو صار انه رفعت الرجل هيك، رفعت الرجل لي فوق، فالتيلس هذا رجع بوستيريرلي، فحاول شو يسوي هذا التيلس من رجع بوستيريرلي؟ راد يفرق هذا الجوينت اللي هو الانفيرير تيبيو فيبيولر جوينت، راد يفتحه، يعني شنو؟ راد يبعد التيبي عن الفيبيولا، اوكي، راح يحاول يفصلهن، ولكن شنو؟ حركه بسيطه بحيث يعني مو كل شيء انفصلا، هاي شو وقت اثناء الدورسيفليكشن. نوضح بعد شويه بس وين الصوره؟ هسه هاي مو مسوي دورسيفليكشن، انه هو رفع الرجل اللي فوق، رفعها لي فوق صح؟ فمن رفعها لي فوق هذا اللي هو التيلس راح يرجع لي ورا، راح يروح بوستيريرلي، من يروح بوستيريرلي اوكي راح يقعد بشكل محكم اكثر ويحاول يبعد التيبي عن الفيبيولا. زين، هاي اثناء الدورسيفليكشن فهمناها. زين، بس هاي سالفه الفصل انه راح ينفصلن التيبي عن الفيبيولا ما راح يصير السيبريتنج. ليش؟ لان اكو ليجمنت، هذا المفصل اللي هو بين التيبيا والفيبيولا اللي موجود جوا اللي سميناه انفيرير تيبيو فيبيولر جوينت او اللي سميناه سندسموسس شرحناه قبل شويه، هذا شبي؟ هذا راح هذا يربطهم ما يخليهم ينفصلن، لان يحتوي على ليجمنتات، هو يحتوي على ليجمنتات، فراح يربطن التيبيا ويا الفيبيولا من جوا، وبالتالي ما راح يخليهم ينفصلن. شنو ذن الليجمنتات؟ اخذناها من البدايه اللي هو اول شيء الانتروسيس فيبيولر، او عفوا الانتروسيس تيبيو فيبيولر ليجمنت، والثاني الانتيرير تيبيو فيبيولر ليجمنت، والثالث هو البوستيرير تيبيو فيبيولر ليجمنت. وضحناهن واحد واحد، وهسه راح ارجع اشوفكم اياهن على السريع. لحظة بس وين وصلنا؟ هذا الانتروسيس، لحظة مو هنا، لا عبرناه احنا، هاي مو خش سالفة جايتي هواي. ان هنا عندنا سمن، هنا هذا منا خلينا، هذا هو هذا الانتيرير تيبيو فيبيولر ليجمنت، هذا هو. زين،
قلنا انه جاي يربط التيبيا والفابيولا. فمن يجي هذا هاي اثناء الدورسيفلكشن يريد ينفصله؟ لا ما راح ينفصله. ليش؟ لان هذا الليجامنت راح يربطهن. وبنفس الوقت واحد اسمه بوستيرير موجود من ورا، شو اسمه، بوستيرير تيبي وفابيولر ليجامنت، هذا هو نفس الشيء هم كذلك راح يربطهن وما يخليهن ينفصلان. زين، وعندنا واحد بعد اللي هو هذا اللي هو الانتروسيس ليجامنت، انتروسيس ليجامنت او انتروسيس تيبي وفابيولر ليجامنت ما يفرق، بس افضل شيء اذا تقول بعد اذا قلت انتروسيس تيبي وفابيولر ليجامنت حتى تحدد مكان وجوده. زين، هسه عن طريق ضمن الليجامنتات الثلاثه او مو هنا، احنا جوا، اوكي انه احنا جوا، وعندنا عن طريق ضمن الليجامنتات الثلاثه شنو هذا الانفصال ما راح يصير، راح يكون شنو، راح يكون ليميتد، راح يصير شنو يعني انه راح يكون محدود، ما راح ينفصل التيبي عن الفابيولا بسبب وجود ذن الليجامنتات اللي ربطنهن سويه. احنا قلنا انه جاي يربطنهن بشكل صحيح، فيقول ذس سيبريتنج، هذا الانفصال از ليميتد، راح يكون محدود، ما راح ينفصل بشكل صحيح وواقعهن. ليش؟ بسبب انه اكو باي ذا سترونج، اكو اشياء قويه اللي هن الليجامنتات. شنو ذني؟ الانتروسيوس تيبي فابيولر ليجامنت والانتيرير تيبي فابيولر ليجامنت والبوستيرير تيبي فابيولر ليجامنت، ذني كلهن يفيدن من هالناحيه. زين، لهنا شغلنا عدل. هسه راح يحكي عن البلانتر فليكشن، انه يقول ذا انكل جوينت از ريليتيفلي انستابل، انستابل يعني غير مستقر، يعني نسبيا ريليتيفلي يعني نسبيا راح يكون انستابل غير مستقر اثناء البلانتر فليكشن. يعني احنا قبل شويه قلنا كلش سترونجست اثناء الدورسي فليكشن، ولكن اثناء البلانتر فليكشن راح يكون شنو، جدا غير مستقر، انستابل. ليش برايك؟ شوف، يقول الجواب انه لان التروكليه اللي هي الجزء التمفصلي مالت التيلس تكون الجزء الخلفي مالت البوستيريور اللي يكون ناراور، يعني شنو، يعني يكون اضيق، يكون ضيق كلش من ورا، اوكي. واحنا جاي نقدم الجسم الانكل اللي قدام، فراح يبتعد، فراح يكون انه الارتباط مالتهن اوكي نسبيا راح يكون شنو، لوزلي، يعني غير محكم، اوكي، يعني غير محكم داخل هذا المورتيز، اوكي. فاثناء البلانتر فليكشن ما دام هي منطقه ضعف انه ما راح ما تعدل، فالموست انجري تصير اثناء هاي الحاله، انكل الانجري مات الانكل، اوكي، يمتى تحدث اكر، يمتى تحدث اثناء منه البلانتر فليكشن، اثناء البلانتر فليكشن. خلينا نجي نشوف شلون بالضبط انه هنا سوينا بلانتر فليكشن، فنزلنا الرجل اللي جوا، فهذا التيلس شوفه يريد يفلت، يريد يفلت، هذا يريد ينزل اللي جوا، يريد ينزل اللي جوا، من يريد ينزل اللي جوا يريد يفلت من التيبيا والفابيولا، اوكي. فهنا يعني معرضين احنا للخلع، وهنا بتصير اصابه مثل ما واضح انه هنا مسوي دورسيفلكشن ومنزل رجله اللي جوا، اوكي. فهذا التيلس شلون حاشر بيناتهم بالقوه، على اي لحظه يفلت، اوكي. فهيك الفكره، زين، بهالبساطه. زين، هسه عرفنا انه اثناء الدورسيفلكشن يكون كلش مستقر، بس اثناء البلانتر فليكشن لا، كلش ما مستقر وكلش ممكن تصير اصابات بهذا الانكل. زين، نجي نحكي عن الجوينت كبسول. يقول انه هي احنا متفقين انه كل جوينت يكون ساينوفيال لازم يحتوي على كبسول، هذا الغلاف اللي هو الغلاف الليفي مكون من ليجامنتات طبعا. يقول انه راح يكون رقيق ثين انتيريرلي، يعني من الامام راح يكون رقيق، وكذلك حتى بوستيريرلي، من الخلف كذلك رقيق، اوكي. ولكن شنو، but it supported، راح يدعم، اوكي، on each side، عن الجوانب يعني على الميديال واللاترال، عن طريق شنو، عن طريق strong، يعني فد اشياء قويه اللي هنا شنو، هنا ligament يكون اللاترال وميديال، نسميهن lateral collateral ligament وميديال collateral ligament، هذا راح يكون شنو، قويات هنا اللي راح يثبتن هذا الكبسول من الجوانب، من اللاترال والميديال، بينما من الامام ومن الخلف راح يبقى شنو، راح يبقى انه يعني ثن رقيق، حتى نقدر نسوي دورسيفلكشن ودورسي وبلانتر فليكشن براحتنا. زين، لهنا شغلنا تمام. هنا خلينا نجي هسه المن للليجمنت اللي استوى نحكي عنه، قلنا اكو بجهه الميديال واكو بجهه اللاترال. اللي بجهة الميديال يسموها دلتويد ليجامنت، هي بجهة الميديال يسموها ميديال دلتويد ليجامنت، هذن شنو؟ هذن يكونن كبار لارج ويكونن قويات، يعني الليجامنت عبارة عن شنو؟ سترونج، يعني قويات، يتصلن اتاج بروكسيمالي يعني من فوق، يتصلن بالميديال ماليولاس، بينما ديستالي راح يتصلن بيهم بالتيلس، وكذلك بالكالكينيوس، ويتصلن بالنافيكيولار، هذن عبارة عن ثلاث عظميات موجودات وين؟ بالتارسل بون، يعني راح يتصلن بالتيلس وبالكالكينيوس وبالنافيكيولار عن طريق ثلاث أجزاء من الأربطة من الليجامنت. يعني شنو؟
فهسه خلينا نلخص هذا السلايد بطريقه مرتبه حتى نفهم انه الميديال ليجامنت مالت الانكل او الدلتويد ليجامنت مالت الانكل مكونات من شنو؟ مكونات من اربع اجزاء. هسه راح نجي واحد واحد. دني اربع اجزاء. هذين الاربع اجزاء اوكي يكون المتحدات مع بعض. ايش قال هسه؟ شو مؤشر بالاخضر؟ انه continuous parts، يعني عباره عن اجزاء متصله مع بعضها ويكون adjacent متجاوره. فذن الاجزاء الاربعه المتجاوره جاي يحمن او يحافظن على الانكل من جهه الميديال سين. اتصالاتهم بيمن راح يكون؟ راح يتصلن بالميديال مانيولس من فوق، ومن جوا بيمن بالعظمات مالت الترسل الثلاثه. هنا سبعه راح يتصلن بس بثلاثه، بالتيلس وبالكالكينيوس وبيمن بعد بالنافيكولار. زين خلينا نجي نشوفهم واحد واحد. هذني اللاترال، احنا شغلنا ويا الميديال. هنا يقول الميديال ليجمنت اوكي، او اللي سماها دلتويد ليجمنت مالت منو؟ مالت الانكل جوينت. نجي هنا واحد واحد. واحد اسمه شنو؟ انتيرير تيبيو تايلر بارت، يعني هو عباره عن جزء من الليجمنت. انتيرير لان هو اللي قدام، تيل تيبيو لان هو راح يتصل بالتيبيا، تايلر لان راح يرجع يتصل بالتايلاس. اوكي فهسه هذا هو مؤشر عليها الانسان. هذا هو زين. هذا هو ربط بين منو؟ بين الميديال ماليولس مات التيبيا، وين وصلها؟ الى التيلس، لان هذا جزء من التيلس فسميناه تيبيو تايلر. هذا الجزء الاول، وين موجود؟ امامي. اكو واحد مثله بس من ورا يسمونه بوستيرير تيبيو تايلر بارت. نجي نشوفه. اي خلينا نجي نشوفه وين موجود. هذا هو من ورا، هذا بوستيريرلي جاي يربط كذلك بين الميديال ماليولس وبين التايلاس، ولكن شنو من الورا؟ من البوستيرير، فسميناه بوستيرير تيبيو تايلر بارت. زين عندنا واحد يربط بين التيبيا والكالكينيوس، نسميه تيبيو كالكينيال بارت. تيبيو كالكينيال بارت ليش؟ لان راح يربط بين منو ومنو؟ بين التيبيا والكالكينيوس. اوكي ونواب مؤشر عليه اكيد، بس خلي نمسح الشخابيط. اوكي انه هو هذا هو التيبيو كالكينيال بارت. زين هذا هو جاي يربط بين التيبيا اللي هي الميديال مانيولس مالت التيبيا، وين يوصلها؟ للكالكينياس عن طريق هذا الليجامنت. لا جاي يوصلها عن طريق هذا الليجامنت. زين عندنا بعد واحد يسمونه تيبيو نافيكولار بارت او ليجامنت. تيبيولين جاي يتصل بالتيبيا بروكسيمالي، وديستال جاي يتصل بالنافيكولار اللي هو عظمه من عظمات التارسل. اوكي فيسمونه تيبيو نافيكولار شنو بارت. هذا هو منه متصل ونازل لجوا، نازل لجوا، نازل واتصل بالنافيكولار. هاي نافيكولار. زين اذا الرسم هيك لجوا هيك نازل هو، هذا هو نزوله، نزل هيك واتصل بمن؟ بالنافيكولار. هسه خلصنا ذن الاربعه. اوكي اللي هن anterior tibio tailor part، posterior tibio tibio tailor part، اوكي والنوب tibio calcaneal part و tibio navicular part. نجي نقراهن موجودات هنا نفسهن. زين tibio navicular tibio calcaneal anterior tibial part و posterior tibial part. انا قلت tibial، العفو تيبيو تايلر بارت سوري. اوكي بس نعيدهن حتى خاف صارت هوس عليكم، انه هن اربعه. زين تيبيو نافيكولار بارت، تيبيو كالكينيال بارت، انتيرير تيبيو تايلر، وبوستيرير تيبيو تايلر بارت. زين ذني هن اربعه. زين ذني وين موجودات؟ بجهه الميديال، جهه الميديال نسميهن دلتويد. زين اكو بعد مجموعه ثانيه وين موجوده؟ بس هو موجوده بجهه اللاترال، بس هو راح يعطي معلومه على الميديال بعدين يعوفها. يقول انه شنو الوظيفه مالتها؟ يقول ات ستيبلايز، يعني تعطي استقراريه المن للانكل جوينت اثناء يا حركه. طبعا انه هي اثناء حركه الايفيرجن. شنو الايفيرجن؟ شارحين احنا بالسيشنات الاولى من الماده انه الايفيرجن انه انت تودي القدم هيك نحو الخارج اكسترنالي، تفرها هيك. زين هذا الوضع النورمال مالتها، بس اذا قلت انفيرجن معناها تدخلها انتيريرلي، تدخل الرجل هيك للداخل. زين اثناء حركه الايفيرجن انه انت جاي تطلع رجلك لي برا، جاي تفر رجلك هيك لي برا. زين فمنو اللي جاي يصير عليه شد؟ هل هذا لو هذا؟
اللي بجهة اللاترال لو بجهة الميديال، يعني الليجامنتات اللي على الميديال لو على اللاترال. طبعا اللي على الميديال يعني انت وديت رجلك باتجاه اللاترال، وديتها برا، ليش لي برا باتجاه اللاترال، ولكن شنو اللي بجهة الميديال ذا الليجامنتات هنا راح يتأثرين، لذلك او مو يتأثرين. يعني انت مثلا تريد تسوي ايفيرجن، تريد تطلع رجلك لي برا، زين، اكو درجة معينة لازم ما تعبرها. ليش اكو شيء جاي يعيقك وما يخليك تفر رجلك لي برا؟ لان اكو ليجامنت، اوكي، اللي هنا ذن الليجامنتات الاجزاء الاربعه اللي ذكرناهن، اللي هن الميديال ليجامنت، ذن الميديال ليجامنت جاي يسوي الليميتيشن ويمنع عنك من انه انت تسوي ايفيرجن زايد عن اللزوم، زين، يحملنك يعني. بس اذا اجى واحد وبقوه ضربك على رجلك وسوالك ايفيرجن زايد عن اللزوم، ذن الليجامنتات راح يتقطعن، اوكي، راح يصير بيهن تيرنج، ذن الليجامنتات مالت الميديال الاربعه، اوكي، اللي اخذناها قبل شويه. يقول انه هن اثناء يا حركه، وقال دورينج ايش وقت، يعني اثناء ايش وقت، يعني يا وقت راح يفيدني هذا او راح يتم استقراريه ذن الليجامنتات اللي هنا الدلتويد او الميديال ليجامنت. نقول اثناء الايفيرجين، بحيث انه هن راح يمنعن من انه يروح زايد هذا الرجل، ما يخليها تروح بهذا الاتجاه زايد عن اللزوم. ليش؟ لان راح يصير سبلاكسيشن. شو يعني سبلاكسيشن؟ يعني عباره عن خلع ديسلوكيشن ولكن جزئي، يعني انه اذا صار احنا عندنا العظمه انخلعت بشكل كامل نسميه ديسلوكيشن، ولكن اذا ما انخلعت كلش ولكن جزء من عندها انخلع فنسميه شنو؟ سبلاكسيشن. فمن نسوي ايفيرجن زايد عن اللزوم راح يصير عندنا سبلاكسيشن، ولكن هاي الليجامنت اللي موجوده بجهه الميديال واللي عددناها اربعه قبل شويه يمنعن من انه انت تسوي ايفيرجن زايد، اوكي، وبالتالي ما راح يصير عندك سبلاكسيشن، لان هنا جاي يمنعن هذا الشيء، بريفنتس سبلاكسيشن اللي هو البارشلي اوكي ديسلوكيشن اللي هو الخلع الجزئي. زين، عرفنا تفاصيله. زين، بالنسبه لللاترال ليجامنت هسه، يعني الليجامنتات اللي موجودات بجهه اللاترال، يقول انه هي شنو؟ كومباوند ستراكشر، عباره عن هيكل مركب يتكون من شنو؟ متكون من ليجامنت كومبليتلي سيفريت، يعني شنو؟ يعني مفصوله بشكل كامل، عكس ذيك الميديال اللي كانت متصله مع بعضها البعض، لا، هاي كل وحده لوحدها. فهنا تستنتج شنو؟ تستنتج لازم انه اليوم اذا عندنا اكو اربع اخوان او اصدقاء متعاونين واحد يسند الثاني، فذول راح يكون اقوياء كلش، بينما اذا اكو اربع اخوان كذلك، اوكي، ولكن شنو ذولي؟ ضعاف. يعني شنو ضعاف؟ من ناحيه انه ما حد يعاون الثاني، مستقلين، كل من يشتغل بكيفه، فبالتالي راح يكونون اضعف. زين، وش حال اذا هم عددهم اصلا اقل؟ فبالضيم، بالضيم، اوكي. فذول اللاترال راح يكونون كل واحد منفصل عن الثاني، لذلك راح يكونون اضعف. وبالتالي بالاضافه لهذا الشيء طبعا انه عدد ذن الليجامنتات اللي هنا اللاترال ليجامنت عدد ثلاثه مو اربعه، ثلاثه، اوكي، لذلك راح يكون هاي الجهه اللاترال تكون اضعف، فالاصابات اكثر شيء يصير بجهه اللاترال. زين، راح نوضح هاي سالفه الاصابات هسه، ما اريد تركزون عليها والدخول لين بيها سالفه، راح نوضحها بعدين بنهايه المحاضره بالبارت الثاني. بس عموما انه هسه هاي اضعف، خلينا نجي نشوف انه ذن الثلاثه من هنا. اول واحد يسمونه انتيرير تيلو فيبيولر ليجمنت، هذا يتصل بين منو منو؟ اللاترال مانيولاس، اوكي، لحد النيك مالت التيلاس، يعني الرقبة مالت التيلاس، عظمة التيلاس اللي هي العظمة الرئيسية بالانكل جوينت، عندها منطقة يسموها رأس وعندها منطقة يسموها نيك. فالاتصال مال هذا التيلو فيبيولر ليجامنت جاي يصير منين؟ من اللاترال مانيولس لحد من؟ لحد النيك مالت التيلاس. نجي نشوفها، اوكي، هنا حاط اكو صورة، اي هاي ذنين اللاترال ليجامنت of ankle joint. نجي هنا واحد واحد، اول واحد الانتيرير تيلو فابيولر ليجامنت، زين، جاي يربط بين منو منو؟ بين الفابيوله، اوكي، اللاترال ماليولاس، اوكي، وين يرتبط بعدين؟ بالنك مالت التيبيا، بالنك مالت التيب، عفوا مالت التيلاس، هنا النك مالت التيلاس، هذا هو الاول. زين، الثاني اللي هو البوستيرير تيبيو فابيولر ليجامنت، خلينا نروح نشوف منين راح يتصل هذا البوستيرير، ركزوا وياي. البوستيرير تيبيو فيبولر ليجامنت راح يتصل من منطقة يسموها ماليولار فوسة، اوكي، لحد ما ارتباطه الثاني راح يكون وين؟ باللاترال تيوبريكل مالت التيلس. ادري بيها شوي صعبة عليكم، هسه راح تعرفوها شوية، بس انه احنا عندنا فوسة موجودة بالماليولس يسموها ماليولار فوسة،
هاي الفوسترا راح يرتبط بها هذا الليجمنت ويروح يرتبط بعدين بالتيلس، بس يا جزء من التيلس اكو تيوبريكل، اكو بروز بالتيلس موجود بجهة اللاترال يسمونه لاترال تيوبريكل اوف تيلس راح يرتبط بيه. خلينا نجي نشوف وين هو، بس لحظة اكو صورة يبي وين القاه. سوى هذا هو البوستيرير اوكي بين التيبيا اوكي العفو بين الفابيولا والتيلاس. هذا هو، بس لحظة خلي القلم بس خلي شغله. هذا هو البوستيرير، هذا هو زين. جاي يشوفون السهم وين جاي يأشر لهنا، لي ورا لي ورا لهنا اوكي. فهسه هنا بهاي المنطقة صار عندنا، بس اكو صورة اريد اوضح بيها بشكل اكثر. لحظة بس يعني انا مخلي صورة على مود هاي الشغلة يعني كلش مهمة. هذا بالضبط حلو، انه هاي الفوسة اللي هي الماليولار فوسة وين موجودة؟ باللاترال ماليولس اوكي، مات الفابيولا، لذلك سميناه احنا فابيولر زين، تايلو فابيولر. طلع منه وين راح يروح؟ راح يروح طلع منه هو الليجمنت، راح يطلع منه ويتجه بوستيريور، اللي طبعا هسه هاي شنو الفيو هاي؟ بوستيريور فيو زين. مدام يعني هاي الماليولس فوسا او الماليولر فوسا موجوده بوستيريورلي اوكي ضمن اللاترال ماليولس، راح تروح باتجاه منه؟ باتجاه يا عظمة التيلس اوكي، باتجاه عظمة التيلس. خلي هنا نصعد اوكي، انه lateral tubercle of tailus، باللاترال tubercle of tailus. بس لحظة هنا أنا موجود كذلك بالضبط، هذا هو البوستيرير تيلو فابيولر ليجمنت. انا هاي جايب الصورة حتى يتوضح انه هذا هو منا بهاي الفوسة، هاي اللي استوينا وضحناها الفوسة هاي هي اوكي، اللي هي الماليولر فوسة، جاي يروح وين؟ لللاترال تيوبريكل مال منو؟ مات التيلاس اللي هي هاي هي زين، بالبوستيرير فيو، بالبوستيرير فيو من ورا يعني جاي مباوع. فهسه دلينا هذا الليجمنت زين. عندنا بعد ليجمنت يسمونه كالكينيو فيبيولر ليجمنت. شنو يعني كالكينيو؟ يعني متصل بالكالكينيوس، فيبيولر معناها متصل بالفيبيولا. نجي نريد نشوفه، هذا هو متصل بالشنو؟ بالنهاية السفلية بالطرف أو الحافة مالت اللاترال ماليولاس اللي ها هي أوكي، بالحافة السفلية مالتها، وينزل لي جوا، ينزل لي جوا وراح يتصل بعظمة الكالكينياس، راح يتصل بعظمة الكالكينياس، فسميناه كالكينيو فيبيولر ليجامنت أوكي. لهنا أمورنا عدلة وندلينا هن واحد واحد. هسه هذا الكالكينيو فيبيولر ليجامنت أوكي، راح يتصل بمن بالتب يعني الحافة أو الطرف مالت اللاترال ماليولاس لحد ما يوصل وين؟ للكالكينيوس، بس يا جزء من الكالكينيوس اللاترال سيرفيس مال الكالكينيوس اوكي. معناها هنا وين؟ هنا جوا، هنا هو متصل باللاترال سيرفيس مال الكالكينيوس اوكي، باللاترال سيرفيس مال الكالكينيوس. عرفناها هسه اوكي، ونجي نشوف هنا اذا ثلاثة سن هنا اوكي. بس لحظة، اللي هنا اللاترال بوستيرير تيلو فابيولر ليجامنت وانتيرير تايلو فابيولر ليجامنت والكالكينيو فابيولر ليجامنت، كل المتصلات بالفابيولا باللاترال ماليولاس مالت الفابيولا اوكي. وواحد ويرحن مثلا ذن الانتيرير بوستيرير راح يرحن للتايلس، فقلنا تايلو زين، بينما هذا الكالكينيو راح يروح للكالكينياس، راح يتصل بالكالكينياس زين. لان الامور تمام، عرفنا هسه الليجامنتات كلهن زين. يقول انه هاي شنو فايدته هذا اللاترال كلاترال اللي من ذن اللي قرناها مستوى ثلاثة وقلنا انه ضعيفات، شو وقت تفيدني بيا حاله؟ بحالة الانفيرجن هالمرة، ذكرني كان الميديال كان يفيدني بالايفيرجن، هسه هذا يفيدني بالايفيرجن. انه شلون؟ ارد اسوي ايفيرجن يعني ادخل الفوت مالتي نحو الداخل ميديالي اوكي او انترنالي، فبالتالي هذا هو اللي ممكن يتأثر اللي هو اللاترال ليجامنت، لاترال كولاترال ليجامنت هو اللي ممكن يتأثر اوكي، ممكن يمنع الحركة الزايدة. يعني شنو؟ يعني انا من اريد اسوي اكسسيف انفيرجن، يعني اريد اسوي انفيرجن زايد عن اللزوم، يعني اريد ادخل رجلي زايد منه زايد، في هو اللي يمنعني من هذا الشيء وما يخلي يصير عندي سبلاكسيشن، ما يخلي يصير عندي خلع جزئي، هو المنو؟ هي الليجامنت اللي هو اللاترال كولاترال ليجامنت، بس هو ضعيف، فلذلك كلش ممكن ان الواحد تلتوي رجله وتدخل نحو الداخل ويصير عنده هذا السبلاكسيشن. يعني هواي خصوصا يعني اللي يتحركون هواي وهيجي، فممكن رجله هيك تنعوج اوكي، وبالتالي ايش راح يصير؟
راح يصير عنده سبلاكسيشن، لان رجله راح تفتر ويصير عنده افيرجن زايد عن اللزوم، فهاي اللاترال كولاترال ليجمنت راح ينقطع. هذين الثلاث اللي عددناه قبل شويه، اوكي، لان امورنا تمام. هسه نجي للحركات اللي يسويهن الانكل جوينت. الانكل جوينت يسوي حركتين اساسيات اللي هن الدورسيفليكشن والبلانتر فليكشن. يقول انه هاي الدورسيفليكشن برودوسد باي ذا مسل، تنتج عن طريق العضلات اللي موجودة وين؟ بالانتيرير كومبارتمنت مال تلق. يعني الانتيرير كومبارتمنت مال تلق مسؤولات على انه هن يسحبن الانتيرير، او عفوا يسحبن الدورسم مال تلفوت، بحيث يسوي لي دورسيفليكشن زين عن مفصل الانكل زين. ويقول انه ايش وقت راح تصير اكثر حاله ستيبيليتي بهذا الجوينت، اللي هو الجوينت يا جوينت الانكل جوينت. الانكل جوينت اثناء حركه الدورسيفليكشن راح يوصل لاعلى مراحل الستيبيليتي والاستقراريه، اوكي. يعني شلون؟ انه احنا من قلنا من راح نرفع الرجل ونسوي دورسيفليكشن، فهذا وين راح يقعد او راح يركب؟ بين الاثنين اللي هي التيبيا والفيبيا، فراح يقعد عدل ويستقر عدل، فالستيبيليتي راح تصير كلش عاليه، اوكي، اثناء الدورسيفليكشن. فيقول انه هذا الجوينت اثناء الدورسيفليكشن راح يحقق اتشيفنج، راح يحقق ماكسيمال ستيبيليتي، الاستقراريه العليا، اوكي، او كلش يعني فول زين زين. لو يقول the tibiofibular syndesmosis اللي هو inferior tibiofibular joint، اللي هو الجوينت اللي يربط بين التيبيا والفيبيولا من جوا، اوكي، تايتنز، راح يشد، اوكي، او الشد مالته هايتنينج، يعني راح يرتفع، اوكي، راح يرتفع، او يعني راح يؤدي الى تزايد بالستيبيليتي، اوكي، يعني هايتنج يعني ارتفاع او تزايد بمن بالستيبيليتي اثناء الدورسيفليكشن. فيعني شنو؟ انه يعني الستيبيليتي، انتوا خلوها ببالكم، الستيبيليتي راح تزيد، اوكي، اثناء الدورسيفليكشن. هسه هذا السلايد اشتريتكم تحفظون منه، تحفظون انه اول شغله من العضلات المسؤوله عن عمليه الدورسيفليكشن او حركه الدورسيفليكشن، تقول لي العضلات اللي موجوده بالانتيرير كومبارتمنت اوف ذا ليج هي المسؤوله عن منو؟ عن الدورسيفليكشن. ثاني شيء تقول لي انه اعلى مراحل الاستيبيليتي راح تصير اثناء شنو؟ اعلى مراحل الاستيبيليتي بهذا الجوينت راح تصير اثناء حركه الدورسيفليكشن نفسها زين، لأن راح يصير شد بمن بالتيبيو فيبلر جوينت، فيحشر هذا بمكانه، اوكي، راح يحشر ال شو يسمونه ال التيلس، راح يحشر بين المايديولا اثنينات مالت التيبيو والفيبيولا، وبالتالي راح يستقر كلش في الستيبيليتي، راح تكون ماكسيمم زين. لهنا وضحنا شغلنا بالنسبه للدورسي فليكشن. هسه البلانتر فليكشن اللي هي عكسها. شلون يعني عكسها؟ انه هسه الاستقراريه كلش راح تكون قليله. ليش؟ احنا راح ننزل القدم لي جوا، وبالتالي التيلس راح يطلع من مكانه، واذا طلع من مكانه راح يعني راح يكون الارتباط جدا قليل زين. بس هي العضلات المسؤوله عنه، العضلات المسؤوله عنه عكس ديش من ساعه نقول انتيرير كومبارتمنت، هسه لا، العضلات اللي موجوده بالبوستيرير كومبارتمنت اوف ذا ليج هي المسؤوله عن انتاج او برودوسد عن يعني برودكشن للشنو؟ للبلانتر ريفلكشن. فالبلانتر ريفلكشن من مسؤول عنه؟ العضلات اللي موجود بالبوستيرير كومبارتمنت اوف ذا ليج. بنفس الوقت انه هذا الجوينت اثناء الحركه هاي راح يكون شنو؟ في اقل حاله من الاستقرار، ليست ستيبل، انه كلش مو ستيبل، يعني كلش انه انستيبل زين، يعني كلش مو مستقر زين. لهنا انتهى جزءنا الاول، باقي المحاضره نخليها ببارت ثاني، نكمل يعني ان شاء الله التفاصيل اللي بقت، يعني ان شاء الله ما تكون صعبة عليكم، مهم ان شاء الله تكون سهلة، وبالتوفيق يا رب.